أنا اسمي القسيس فايز سامويل ماركو، وأنا من مواليد 1960 بمدينة جوبا. أنا تولدت في جوبا وترعرعت في كابويتا، لأنه يعني المراحل الدراسية حقنا بدأتها في كابويتا، ومنه برضو ثاني اتنقلت، أبوي اتنقل جال جوبا لأنه أبوي كان إنه محنة بتاعه كان بيتنقل من مكان لمكان، يعني جولنا في أماكن كتير، لكن المكان اللي استقريت فيه يا هو جوبا. وأنا دار نشكر إعلان بتاع المجلس الكنائس عشان أنا أوري حاجة بسيطة عن حياة بتاعي ونشأة بتاعي. وأنا نشأة بتاعي أنا قمت كزور رياضي بهيب الرياضة بهيب الجمباز ببعض النشاطات الرياضية، وحتى أنه بعد ما وصلت لمرحلة بتاع الشباب وأنا لعبت في فريق كاتور درجة أولى، ده عشان أنه حبي شديد للرياضة. ومن منطلق بتاع الرياضة يعني بدري أنينا لما نشوف أنه يعني زمن بتاع الفترة بتاع الجلابة هم كانوا هنا في الجنوب، أنينا كشباب لما نشوف أنه ضباط يعني ضباط بتاع الجيش سواء كان في الشرطة وبيلبسوا الرتب الدبابير، كان الواحد بيتمنى أنه هو يكون واحد من جمادل، وده كان حاجة بداية بس الواحد خطة في رأسه. لكن أنا جاني شعور أنه لابد يوم ما أنا أكون ضابط في جيش، وفعلا الشعور ده تحقق، لأن أنا كنت عندي أمل وأنا خدت أمل كبير أنه في ربنا بتاعي أنه يوم ما أنا أكون برضو ضابط في الجيش السوداني. وبعد ما كملنا المرحلة الثانوية وأمنيتي أنه أنا طبعا أمشي الكلية، وكان برضو عندي أمنية قبل الكلية أن أمشي أقرأ القانون، لكن صادف أنه أنا اخترت عشان أمشي التحق بالكلية الحربية، وأنا التحقت بالكلية الحربية فعلا سنة 88. وعشان أنت تخش الكلية الحربية هو ما ساحل بالنسبة للجنوبيين، ونهنا الدفعة 39 الناس المتقدمين في الدفعة يمكن يقارب عن 6000 متقدم، طبعا ده من كل أنحاء السودان. وفي الفترة بتاع التقديم 6000 هم ورونا هم دارين في الدفعة ده دارين 410 طالب فقط، يعني يمكن 5000 وحاجة ده لابد يطمفت برا. وكان فعلا التقديم ما ساحل، أنه كان في وسطات درجة عالية جدا جدا من الشخصيات الكبار، كل زول بيجيب زوله ويقول ده وده أخوه، المهم ما ببقى له شنو وسط عشان يتقدم للكلية الحربية. وأنا خطيت عملي في ربنا، أنا لما عنده وسطة وأنا جاي من جنوب، لكن وأنا ما أدبلي في الإيمان قلت كل شيء ربنا بيعمل مستطاع، ما في حاجة صعب لربنا، وإنا حولنا إنا قدمنا مع الناس وكله بعد فترة بيعمل وعينات بنفط الناس وإنا بنمشي إنا بنستمر. يمكن فترة بتاع سنتين وحاجة دي كان فترة بتاع المعاينات، وكان من أصعب المراحل اللي أنت بمر فيه أنه كان السلاح الطبي، لأنه مرات دكتور يشوفك من بعيد ويقول لك أمش أمش، جيت ما فاهم بالضبط فيها الحاصل شنو، يقول لك بس تمشي طابع تابع في الجريد في الجرائد، واسمك لو فيه تواصل في المعاينات، اسمك لو ما في بيعتبر أنه قطع منفوض. وفعلا إننا مشينا فترة طويلة جدا جدا حتى 88 بالضبط يوم 12 شهر 2 على ما يبدو أني هنا أسامينا تعالى في الكشف النهائي للطلبة المقبلين للكلية الحربية الدفعة 39، وكان ده مش شرف عظيم، ده كان ورانه ربنا مع ناس التعبانين، ما في زول كان بيدافع عننا إلا ربنا بتاعتنا، بالرغم أنه الناس اللي كانوا مواسطات والجب وسط عالي كتار منه نفطه، يمكن لسبب المرض يمكن لسبب بتاع التمارين اللي قاعدين نعمله وهم ما قدروا، هو ده اللي اتنفتوا وخشينا الكلية الحربية. يمكن دفعتنا يمكن يقارب عن 9 جنوبيين، واستمرينا في الكلية، وكان صعب مرحلة صعب بالنسبة للجنوبيين، يعني أساسا هدف بتاعهم يطردوك ذات من الكلية، لأنك تسمع كلام فارق شديد جدا جدا، لكن قعدتنا كجنوبيين قلت لنا نتحمل أي كلام، نتحمل أي تعب، لأنه عندنا هدف معين جينا الكلية ده
ونتحرك بيكون عندنا الهدف معين، هم فعلا عارفين بالضبط كان هدفنا شنو يعني. وبعد التخرج سنة 90 أول وحدة اتنقلت فيه هو الدمازين الفرقة الرابعة، وكان ده أمنيات أنا بتمنى أنه أنا لابد أكون ضابط في الجيش، وبمشية بتاع رابعة أنا حققتها الأمنية ده، وده يمكن كان مرحلة جديدة في حياة بتاعي جدا جدا، لأنه حياة العسكرية وطبعا زي ما تعرفين أنه حياة بتاع الانضباط، حياة بتاع النظام، حياة كل الحاجات ده فيه، وتلقمنا من الحياة المدنية ومشينا للحياة العسكرية. وبعد ما مشينا الدمازين وفعلا هنا ده أول مرة قاعدين نواجه حاجات هنا قبل كده ما شفناه، ناس قبل كده ما شفناه ولا سمعنا عنه، وهنا بقينا خلاص نتألقم مع النازل. وخلال الفترة أنا في الدمازين أنا أساسا مسيحي، ومن قمت من أسرة مسيحية، ولا تغيرت الشمال ولا يمين، انه عقيدة بتاعي واحد مسيحي. حاجات اللي حصل تغيرات اللي بدأت تحصل في حياة بتاعي، مشينا الدمازين ان احنا يمكن 37 ضابط، من 37 ضابط ان احنا 3 ضباط، على مود 3 ضباط جنوبيين مسيحيين في نفس الوقت، والابرز فيهم انا ما بقول انا او زمان كلمه، لكن انا كان معروف جدا جدا لسان، انا طبعا زور رياضي بخش في جمال مناشط، وانا برضه عندي حاجات برضه بيعملها، جاء الشهر عنه فلان بقت معروف جدا جدا، وقام عمل لنا حفله بتاع الاستقبال ولا ضو الكلام ده، احنا طبعا ما عارفين بالضبط الحاصل، وانا كنت جاي في مع الحفله تالي من المجلس، وانا لابس لي بدله وكرافته زي ما انتم شايفين، انا لابسه بدله وكرافته، وجيت قعدت في المنصه مع الدفع، وكان اللواء ما ساحل، ولما نقول لك لواء قائد المنطقه ده ما شخصيه ساحل بالمناسبه، وقام شافني وقام سال واحد من دفعتي قال لي يا اخي الزول ده اسمه منو؟ قام قال له يا اخي ده دفعتنا اسمه فايز سامول، قال لي يا اخي ده ضابط ملازم يلبس بدله وانا ليه يلبس قميص، قال له شفت ده طوالي بالك كرمه. طبعا انا بشوف انه كلام بسيط، لكن العسكريه ما في بسيط، ده بيعتبر انه تعليمات انه الضابط ده بالك كرمه، وده كان نقطه بتتحول في حياه بتاعي. وانا مشيت كرمه الان انا نفذت التعليمات، مشيت كرمه وقعدت فتره في كرمه، انه في تغيرات بقت تحصل كان مع الاحداث، وفي تغيرات بقت تحصل في نفس المجتمع انا فيه، وانا حاسس انه في حاجه ما تمام. ولما نقعد كعساكر مرات بنعمل معسكرات، بنعمل حاجات منشآت، بتعمل حاجه احتياط عشان تقعد فيه، وهم بمشوا بيطلعوا العساكر، بمشوا الغابه بيجيبوا الحطب بيجيبوا القش على اساس انه دارين يعمل لهم حاجه عشانهم يقعدوا فيه، لكن صادف انه مره جابوا الجيش وجابوا الحطب، وقمت سألت واحد من دفعاتي قلت له الشغل اللي دارين تعملوا شنو؟ قال لهم دارين يعملوا الجامع عشان يصلوا فيه. قلت له جميل، وانا سكتت. وبعد زمن انا قلت خلاص ما دام انه دارين يعملوا الجامع، وانا ما يعني ما 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 في العمق في الايمان، لكن انا من اسره مسيحيه انا لابد كمان اعمل لي محل عشان انا اصلي. قمت سألت قلت له في عساكر مسيحيين هنا؟ طبعا هنا في جنابه يمكن هنا 10 ولا 15 مسيحيين. قلنا خلاص بكره نطلع العربيه نمشي نجيب لنا حتى بوجيش كمان نعمل لنا كنيسه. والمهم يوم الثاني فعلا مشيت شلت العساكر، مشوا جابوا الحطب وجابوا الجيش، وقائد المنطقه قام سالني قال لي يا فايز الشغل ده دارين تعملوا شنو؟ قلت له يا سعادتك دارين نعمل لنا كنيسه. وكان صعب جدا لانه الانقاذ اللي جاء في الحكومه هم جاء كإسلاميين، يعني شعارات بتاعهم شعارات إسلامية، حتى مرات هنا بنسمع أنه يقولوا النصارى ويقولوا لنا النصارى ويقولوا لنا حاجات تسميات أنت ما بتفهمه بالضبط، ولكن أنا متحملين الكلام ده. وهم جاء في غطاء أنه دارين لابد أن يسلموا النيل الأزرق، أسلموا بالنيل الأزرق والجنوب، ده كان هدفهم، أنه كل الضباط اللي جابون كل الضباط إسلاميين، وأنا شعرنا أنه في 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 شيء خطورة ماشي. وبس بعد فترة يمكن يقارب 3 يوم
وكان شارع طبعا كان صعب جدا جدا, تحرك كان صعب, وكان في الطياره جات لانه الضابط ده بلغ الدمازين. رجعت الدمازين وقعدت في الدمازين يمكن فتره بتاع 4-5 شهور تاني, وقالوا لي انت تبلغ فشله. وكان ده سنه 92, وبدون مقدمات انا مشيت فشله, يمكن قعدت فيه يمكن فتره بتاع شهر, ومنه قال لي بلغ كابويتا. وده كان يعني بدايه بتاع تاثير في حياتي, اني عرفت انه في حاجه تمام ما ماشي. وانا مشيت كابويتا وده اللي صار محل ترعرعت فيه وتربيت فيه, وانا بيرطب الرطاب بتاع التبوسة بطلاق, وانا بيعتبر انه جزء من مجتمع بتاع كابويتا. انا كنت وصلت كابويتا في ناس انا تربيت قدامه, مشيت كابويتا لقيت في ناس تربيتوا قدامه كانوا ستينات, انا عرفتهم, لكن طبعا عشان انا الزمن طال وهم يعرفوني. انا بدأت اوريهم انا فلان فلان وفلان وفلان, حبونيهم جو لموا حولي شديد جدا جدا, وقال يا اخي شكرا انه ربنا جابك هنا, وبعد ده انما بنخاف. وفعلا كان وجود بتاعي في كابويتا كان في اثر كبير جدا جدا. وانا كلمتهم قلت انا بعتبر ولد بتاعكم, كان في حاجه انا معاكم, انا اللي بدافع عنكم, وما دار منكم اي حاجه, انتوا بس خليكم قريبين معي, كان في حاجه انا بوريكم. فعلا انا قدرت استقطبهم وقاعدين يجوا لسه انا ود البلد وقاعدين, لكن انه الحكومه شايل انه انا وجودي في منطقه بتاع كابويتا خطير جدا جدا, لانه اي نشاط اسلامي ما بيمش انا لو فيه. حتى قدروا يغيروا المواطنين يجيبوا دخلهم الاسلام. انا مره عملوا فيديو وجابوا طبعا في الاسلام بيقول لا اله الا الله, وده اللي بخشوا قال ده خلاص اسلموا. لكن ده عشان ناس ناس عجم, وانا قاعد نسمع في اللغه بتاعهم. انا كلمت العميد قلت له نازل ما اخش الاسلام, هو مصير انه نازل مسلمين. وانا قعدت معهم قلت لهم خلاص كان ده المسلمين ما في مشكله, انه الدين ده دين لله. لكن كانوا مشوا على السمنيه بتاعهم, انا ما عندي كلام. وهم لما نمشي الجامع يوم الجمعه هم وصلوا يقول لا ماتا ماريا, طبعا هم اساسا كاثوليك, وبقول السلام عليك يا مريم, ده باللغه بتاعهم بقول له ماتا ماريا. بعد زمن المهم طبعا ده قال لنا ما فاهمين عربي ونقدرين نرجع للمسيحيه. المهم انهم رجعوا وهم فكروا قال ما في زول عمل بتاع ده الا فايز, ووجود بتاع الزول ده هنا صعب جدا جدا جدا. حتى انا عرفت انه هو مطلوب عشان يجيبوني جوبا تحت الاعتقال, لكن عشان انه ربنا كان معي وربنا كان بيدافع عني. كل ما دارين يعمل حاجة كلام ده بيفشل. وبعد زمن قال انه الزول ده برضه وجوده في كابويتا هنا ما بينفع, خلي زول رجعوا الدمازين. انا ادوني مهام بسيط جدا جدا, طياره جات قال لي جهز نفسك طياره جاي وامشي الخرطوم امشي جيب التعيينات. انا خليت حاجتي كلها في 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 المنطقه, جيت الطياره جات ركبت الطياره دفعت الطياره ركبت الطياره وصلت في الخرطوم. انا لقيت اشاره قدامي باب ده ما يرجع لكابويتا لاي سبب من الاسباب, ولقيت تقرير خطير جدا قال ده بيعوق التقدم الحضاري الاسلامي في جنوب السودان, نزول خطير جدا جدا, يبلغ الدمازين. ودل المرة الثانية رجعوني الدمازين, وأنا رجعت الدمازين بعد أنا قلت خلاص أصل الموضوع كده نكون واعيين جدا جدا. في كنيسة في الدمازين والكنيسة الكاثوليكية, والقسيس الماسك الكنيسة وزميل دراسة حقي في 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 رومبيكا الثانوية, وقرينا سوا, وبرضه جاء قدام الدمازين وبقى كويس اتقابلنا كله في الدمازين. وعملوا برنامج انه الكنيسه في الدمازين لابد تقفل. وهو جاني قال لي في موضوع كذا وكذا 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 ماشي. قلت له يا قسيس وانا كمسيحي وانا ده عقيده معين واننا مسيحيين انهيك الطوائف انت كاثوليكي انا اس, المهم اني هنا مسيحيين في المقام الاول. الكنيسه ده ما بتقفل,
كنيسة دلو بيتقفل إلا لو أنا ما في. وأنا عندي عدد مقدر من عساكر هم مسيحيين. وقعدت معهم في زمن بسيط. ودلومنا عايشين بعد ده للواقع. وده عقيدة بتاعتنا ما بنقبل عشان أنه بتاع ده قفل كنيسة قفل. وأنا هنا ممكن نضحي بحياة بتاعتنا. يعني كان وصل لمرحلة ربما أنه بتحصل فيه ضرب. لأن أنا ده قوة. أنا ده قوة ده عساكر عندي سلاح. وأنا ممكن أقاوم يعني. ويوم الثاني هم جوا مشينا الكنيسة وأنا لابس ملكي وهم قاعدين أخذوا طبقة عساكر إننا عارفين إننا بنتصرف كيف مسكوا محلتهم وفي علم أنه نازل جاهزين لكنه شاف أنه بتاع ده بتحصل خطورة وإننا عرفنا أنه ده مصير بيكون صعب جدا وده بيكون أنه في موقف عسكري بحت وفي الآخر إنه قلنا إنه بنعمل أحسن مستطاع بتاعنا بنقدر أنه العسكرية ربما أنه ما عددية يعني إنه ممكن كفصيلة إنه ممكن نواجه أنه دربنا كعساكر الخطة بتاعك إنت ممكن تنتصر للعدو بأقل خسائر وما مستخدم الحاجات في الآخر أنه لو متنا إنه متنا في سبيل شيء معين إنه قاعدين ندافع أنا العقيدة المسيحية وبعد ما حولوا بكل الطرق كل الوسائل عندنا في اللغة بتاع العسكرية في حاجة يقول لها التصفية يعني التصفية ده لابد أنه ينهي حياتك بكل الوسائل المتاحة سواء كان بالتسمم سواء كان بكل شيء المهم في الآخر أنه الهدف منه هو ينهوك يعني ينهي حياتك وده السبب أنه وقت رجوعي في الدمازين وأنا أقول لابد أنا دافع عن عقيدة بتاعي مهما كان الثمن واستخدموا كل الوسائل لكن أنه في الآخر هم طبعا فشلوا وقال أنه خلاص أنه ما قدرنا نحصل الهدف بتاعتنا المرجوة خلي زول يكون قاعد لكن أنا قاعد تحت المراقبة يتعرف أنه زولنا من يقعد تحت المراقبة أي تحرك بتاعه بيكون مراقب حتى سواء كان انه في الكنيسه تقعد تتكلم شنو انت بيكون مراقب ويمكن ده وصلنا لمراحل بعيد جدا جدا ومرحله زاده انت لما تحصل انت بعرف انه في عندك عدو معك قاعد معك وانا لما نشوف للوجوه حتى مرات انه من دفعات المعاي انا بشوف انه في وجوه بتاع العداوه لكن ما بطريقه هم بيعكسوا له بشيء واضح لكن كإنسان عندك شعور عندك إحساس أنت بتعرف أنه في شيء ما ماشي تمام يمكن ده كان من أخطر المراحل وأنا قاعد فيه وتحت المراقبة وأنا لابد أن نعمل حسابي حذر شديد ما ناكل ساي ما نمشي ساي ربما أنه يعجلوا لك زول يمكن يعمل لك أي حاجة وخلاف ذاك برضو أنه أنت تحس أنه لابد في حاجة بتدفع ثمن بتاعه غالي أنه زي المسيح دفع ثمن غالي للصليب من أجل بتاع الخطايا بتاعنا إنه لابد كمسيحيين إنه لابد ندفع الثمن ده لكن في الفترة دي برضو أننا ما كنا يعني قويين جدا في الإيمان لكننا عارفين أنه أنا من أسرة مسيحية أنا لابد البسيطة اللي عندي ده حسب مفهوم حقي أنا لابد دافع عن العقيدة أنا ده ما ماشي فيه وده يمكن أصعب مرحلة في حياة بتاعي كضابط وقبل ما نجي في الحياة المسيحية ويوم بتاع الليلة أنت بشوف أنا هاي وأنا قاعد أتكلم وأنا قاعد أبشر كلمة بتاع ربنا يمكن معظم كثير من دفعتي كلهم شنو انتقلوا ماتوا تسمونس كثير لكن ده خلاصة للكلام أنا دير نوريكم شيء الحصل أنه في مرحلة بتاع حياة بتاعي وأنا كنت في الدمازين أنا بخدم حكومة كان لكن أنا بقوت ربنا بتاعي قدام وأنا بدافع أنا عقيدة بتاعي وبعدد بسيط من الناس المعي في الإيمان وقدرنا نجيف قوي في إيمان بتاعنا وقدرنا ندافع عن عقيدة بتاعنا و زي ما عارفين انا وريتكم انه انا نشأة بتاعي
والحياة بتاعي الاجتماعية أنا كنت عايش والحياة العسكرية وكيفية أنا دفعت أنا العقيدة بتاعي وحتى وصلت المرحلة أنا بقيت قسيس برضو بخدم ربنا ده كانوا إرادة ربنا عشان يمرني بكل المراحل الصعبة ده زي ربنا بتاعتنا مرة بالمراحل الصعبة تعبوا دقوا أحانوا في الآخر عشان خلاص بتاع إنسان وأنا جاني أنا في الدمازين جاني رؤية سؤال واحد ما أنا كنت ما أعرف بالضبط الماشي شنو لكن أنا حسيت في زول مسك راسي وأنا اتخلعته وتاني رجعت نمت قام قال لي إنت بدبابيرك ده البيال مع ده بوديك وين وأنا كنت بالضبط ما فاهم سؤال ده سؤال ده كرر مرتين أنا كنت شاركت مع زوجتي الرؤية ده وعرفت أنه كان في نيدة من ربنا على أساس أنه أنا أخدم ربنا وبدون مقدمة شديد حياتي بقت تتغير يعني أنا كنت في مراحل أنا ما عندي حنية يعني مرحلة الحياة بتاعي كان صعب جدا جدا وأنا مرات بشارك مع الناس أنا بوريهم أنا أقول أنا زور صعب جدا جدا لكن نشكر ربنا لما قتلنا زور ولا عملنا أي حاجة لكن كان حياة بتاعي الشباب كان صعبين جدا جدا وشوف التغير ده ماشي كيف وانا بقيت بحس انه انا بهن للزول كان زول عمل حاجه بطل انا بنسه وانا بقول لك الكلام ده بطل بدون انا ما احس انه انا بعد حياه بتاعي قاعد يتغير حياه الروحي بحاجه شجعني ان الوالد الله يرحمه والوالد هم طبعا كلهم في الايمان وهم بيشجعوني مره بقدر اوري تسمه بسيط مره امي قام سال مني قال دارين قروش كنيسه قمت وقلت يا ماما قروشكم ده كم كل مره بتسالوا قروش كنيسه وقولوا كده ورونا قروش في السنه بدفعكم عشان انا ادفع لكم قام قال لي يا ولدي يوم ثاني انت بتيجي تسال قروش كنيسه يا عشور خليه يدفعوا للكنيسه وكلام ده انا ما فهمته الا بعد انا ترسمت قسيس وانا دمعت فعلا لازم دير وري انه بركه بتاع انسان بيجي من امك يا من ابوك يا من اقارب بتاعك يا من كلماته الطيبه اللي انت بتسمع ناسنا من يباركوك ربنا بيسمع للندى بتاع الجماعة دل وبدون أنا ما أحس أنا قررت أنا أمشي أقرأ شوية أنا مشيت قريت بشبوين فترة بتاع سنتين ونص أنا قريت وبعد أنا بقى بحس أنه حياة بتاعي بتغير من جوا أنا بقى بحين لزول زول يعمل حاجة بطال أقول له يا أخوي شغل ده بطال يعمل أنا لا ما تعمل كده لا ما تعمل ده أنا حس أنه في تغيير في حياة بتاعي وفعلا أنا لما نشوف المراحل أنا مريت فيه ليه مراحل الحسي ونشكر ربنا انه جيتوا في بيتي وشفت البيت المتواضع ده انا بشكر انه ده قوه بتاع ربنا لانه كان بيتعامل معي وزيت بشوف في يوم بتاع الليله انا قسيس وانا قاعد نخدم في ال... في 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 الكنيسه وبعدين انا اللي بقول لناس اننا دارين مصالحه ندارين سلام ندارين كل شيء في حياه الانسان لانه ربنا خلقنا على الصوره بتاعه كقسس كمؤمنين كناس بخدم ربنا عشان نوصل الرسالة ده رسالة بتاع المحبة يعني ده شوف كلمات اللي بقى ربنا خطة في قلبنا عشان نبشر بالكلمات ده وده أحسن حاجة أنا في يوم بتاع الليلة أنا داري أشارك معكم عن حياة بتاعي باختصار شديد جدا جدا يعني طلعني من مرحلة الصعب والصعب والأصعب منه في الآخر ربنا داري يقول أنه ما تخاف أنا داري وريني رسالة ما تخاف انا معك في كل زمن فعلا انا حسيت بكويس بتاع ربنا من زمن انا كنت في الجيش وانا جيت خدمت ربنا انا عرفت انه كويس بتاع ربنا لانه كان بحميني ما في كان زول بحميني ولا اي حاجه ثانيه True stories that can change your life. Real stories of real people who have gone through the most difficult circumstances in their lives. But they have experienced the power to forgive. قصص حقيقية بقدر غيرو حياتك قصص ناس حقيقيين ومن مروا في ظروف صعب وحوادث تحيا لكن ومن ودي شهودة لقوة تمسامحة If you'd like to get a free copy of the book and audio device Power to Forgive, you can call this toll-free number 2222. Call now and get your free copy.
كان انت دار لقو كتاب وجهاز صوتي قوة مسامحة انت بقدر دوبو تليفون في نمرة دي 22-22 اتصال دي مجاني انت ما بدافع قروش فوقه كاليتا دوبو تليفون حسده ويتا بلقو هدية تاكي